الجزء الأول من محول حي الخضرة بالعاصمة يدخل حيز الاستغلال لتسهيل حركة المرور وتيسير التنقل. ميناء رادس يشهد تطوراً في الحركية التجارية والخدمات ويسجل نسباً هامة في معدلات المردودية مقارنة بالأشهر الماضية. تظاهرات بيئية وبرامج لتحسين المخزون الغابي في العيد الوطني للشجرة. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم تدشين محول حي الخضرة بعد انتهاء أشغال تهيئات الجزء الأول من الطريق الشعاعية إكس 2 الرابطة بين الطريق الوطني رقم 9 والطريق الوطني رقم 10. رئيس الحكومة أكد أن هذا المشروع يعد من بين أبرز المحاولات في العاصمة وسيساهم في تسريع حركة المرور وتيسير التنقل. بعد نحو 3 سنوات من الأشغال، تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم تدشين محول حي الخضرة الذي انتهت أشغال تهيئة الجزء الأول منه من الطريق الشعاعية X2 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 9 والطريق الوطنية رقم 10. ويشمل الجزء الأول من المشروع جسرا علويا بطول 656 مترا على مستوى مفترقات الويبراي وألان سافاري والطريق الوطنية رقم 10. افتحنا جسر هذايا اللي هو تقريب أكبر أوفراج ده ولا في مستوى الجسور، ثم أعطينا إشارة انطلاق لمحاول جديد باش يكون محاول ضخم في تونس. وقد بلغت كلفة مشروع محاول حي الخضرة 30 مليون دينار، ساهم بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 50% منها. ومن المنتظر أن تنتهي أشغال هذا المشروع في موفى مارس 2017 بالانتهاء من أشغال المنشأة الفنية الثانية على مستوى مفترق الصيدلية المركزية والتي تشمل جسرا ثانيا. مشروع من المنتظر أن يتفادى الاختناق المروري بين عدة أحياء، خاصة وأن التقديرات تذهب إلى وجود كثافة مرورية بنحو 13,000 عربة يوميا. باش يسهل حركة المرور، يسهل حياة المواطنين بمعنى تسريع في التنقل ويسهل لهم المعيشة نتاعهم. وهذه أيضا قلنا في الأهداف في المدى القصير أنه نقوم بأشياء لتفعيل تسهيل حركة وعيش المواطنين في النظافة، في التنقل، في السكن. هذا كله يدخل في استراتيجية لوضعتها حكومة الوحدة الوطنية. يذكر أن محاولة باب الخضرة واحد من عدة مشاريع هامة لتطوير البنية التحتية في العاصمة على غرار محاول زهور ومحاول المنفذ الغربي للعاصمة. شهدت الحركية التجارية بميناء رادس منذ أسابيع قليلة تطورا ملحوظا على مستوى النشاط التجاري نتيجة تطبيق الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها صلب وزارة النقل في أفريل المنقضي بهدف تحسين خدمة ميناء رادس وتحسين مردوديته. ميناء رادس التجاري الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني استعاد عافيته في الأسابيع الأخيرة، حيث شهد نشاطه تطورا ملحوظا في خدماته التجارية على مستوى الشحن والترصيف ورفع الحاويات، وأيضا فيما يتعلق بإرساء البواخر المحملة بالبضائع، ما جعله يسجل نسبا هامة في معدلات مردوديته التجارية مقارنة بالأشهر الماضية. النشاط المسجل إلى حدود شهر أكتوبر حققنا 260 ألف حاوية مقابل 255 ألف حاوية سنة 2015، معناها زيادة 2%. كي نحسبوا أون نومبر دو بواط عملنا زيادة ب 15%. المردودية ارتفعت وارتفعت بصفة ملحوظة، هذا ما خلى الحاوية البواخر المتواجدة في جهة الترقب وقع إفراغها في وقت قياسي وطويكة، والحمد لله وأنه عندنا صفر مرات، وبالعكس عندنا أرصفة فارغة تستنى في بواخر لاحتوائها وتفريغها. قفزة نوعية يسجلها النشاط اليومي لميناء رادس نتيجة تحسين مستوى الخدمات التجارية والديوانية بالميناء الذي يؤمن أكثر من 70% من النشاط التجاري للاقتصاد الوطني، وهي نسبة تعززها عائدات محاضر المخالفات المرصودة. إذا باش نعطيك رقم على عدد المحاضر، في 2015 تم رفع 16,000 مخالفة إلى حدود موفى شهر أكتوبر وصلنا ل 13,500، معناها لو ريفوني نتاع المحاضر هذوما اللي هما في حدود بالنسبة 2015 في حدود 3 مليارات و500 مداخيل محاضر، وبالنسبة ل 2016 إلى موفى
شهر أكتوبر 3 مليارات و200. ولمزيد تحسين سيولة الحركية التجارية بالميناء وتطوير الخدمات المينائية، من المنتظر أن يقع خلال الأسابيع القادمة تنفيذ جملة من الإجراءات الأخرى. فيما يتعلق بالديوانة، أنه فما برشا أخبار سارة فيما يخص تبسيط الإجراءات، فيما يخص تألية الإجراءات، معناها في مؤخرا جمعتين التالي تم إدراج الإمضاء الإلكتروني بالتصريح الديواني، وهذا باش يسهل برشا على الموردين والمصرحين. عملنا اجتماع الموردين لرفع الحاويات، خاطر كما تعرف في المدة هذه فما شوية عدد الحاويات متزايد في الميناء، وهذا يأثر على مردودية العمليات المينائية. احنا توا عندنا أكثر من شهر نخدموا بأربع رافعات، وإن شاء الله في الأيام الجايين يوليو 5 رافعات، وهذا كله من شأنه باش يحسن مستوى الخدمات بالميناء. نتائج إيجابية للحركية التجارية بالميناء من المتوقع أن تتضاعف في غضون الأشهر القادمة إثر انتهاء الأشغال على الرصيف، وبعد أن يبادر الموردون والمستثمرون برفع حاوياتهم في الأجال المحددة. أمنياً، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب الجرجاني للأمن الوطني صباح اليوم بمعية الوحدات الأمنية المختصة ببنغردان، تمكنت من الكشف عن مخزن أسلحة ثالث بجهة الوراسنية الواقعة في ضواحي بنغردان من ولاية مدنين. ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، يحتوي هذا المخزن على مجموعة من قذائف نوع RPG والصواعق والأسلحة الحربية، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة. وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أفادت أمس بأن وحدات من الجيش والأمن الوطنيين بصدد القيام بعملية مشتركة للبحث عن أسلحة وذخيرة يحتمل أن تكون مطمورة تحت الأرض في أماكن مختلفة من منطقة بنغردان في ولاية مدنين، بعد توفر معلومات في هذا الشأن. يوم آخر لا يقل أهمية تحتفل به تونس اليوم، ففي كل ثاني أحد من شهر نوفمبر تحتفي تونس بالعيد الوطني للشجرة، في تأكيد على الأهمية التي توليها للغطاء النباتي وللبيئة. وقد أعدت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني برامج تنشيطية وتوعوية في عدة منتزهات حضرية، منها منتزه النحلي. اغرس شجرة أحافظ على المناخ هو الشعار الذي اختارته الوكالة الوطنية لحماية المحيط لتنظيم تظاهرة عيد الشجرة بالتعاون مع عدة جمعيات بيئية، جمعيات عملت على تشريك الأطفال. نحب نساعد ندخل فيهم حب الشجرة. ثاني حاجة حبيت نعطيهم الثقافة البيئية، بنعرفوا نزرع فيهم من صغار الثقافة البيئية، حب الشجرة، دور الشجرة ده كيف. بمناسبة عيد الشجرة حاب نغرس أشجار ونخلي بلادي نظيفة ومزيانة. إلى جانب غرس الأشجار، تضمنت التظاهرة برنامجا تنشيطيا يهدف إلى التعريف بأهمية تطوير الغطاء النباتي والمساهمة في إثراء المخزون الغابي للبلاد، برنامج حوى مسابقات وورشات رسم. جيت لهنا خاطر نحب الأشجار، هي تعطينا هواء باهي وتاخذ اكسيد الكربون، لازمهم يسقيوها ويعتنوا بها، وخطر الشجره ثروه ولازمنا نحافظوا عليها. كان نجتمعوا من بعضنا تو نرجلوها تونس ونغرسوا فيها برشا اشجار، ونحب نقول لهم لازمنا نحافظوا على البيئه وما نطيشوش فيها التلوث. وزير الشؤون المحلية والبيئة أشرف على هذه التظاهرة وأكد أن البيئة لا تقتصر على البعد الجمالي، بل أصبحت ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية. ماشي في برنامج أنه الأحياء الشعبية نعطيوها مناطق خضراء، مناطق فين يجمو يطيبوا فيها العيش، من هاللي بارك هذوما مش نعطيهم لأصحاب الشهاد العليا في نطاق مشاريع صغرى لتهيئة وصيانة خاصة المناطق الخضراء. احنا الوزارة ماشيين في برنامج كما هكا هو خلق مواطن الشغل بالاقتصاد الأخضر في هذا وفي أشياء أخرى، معناتها عدة، معناتها احنا نعتبروا أنه نجموا نخلقوا 50,000 مواطن شغل بالاقتصاد الأخضر. يشار إلى أن التظاهرة تضمنت غراسة 500 شجرة وتوزيع 200 على المدارس المشاركة.
وشارك رئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي صباح اليوم في الاحتفال الوطني بعيد الشجرة الذي يلتئم هذه السنة تحت شعار الغابات مجال استثمار لمستقبل مستدام، وتولى غراسة شجرة الزيتون بوادي السبع بالعاصمة واطلع على مكونات هذا الفضاء الذي تمت تهيئته وتجيره وتحويله من منطقة سوداء إلى فضاء أخضر ومتنفس لأهالي منطقة جبل الأحمر من معتمدية العمران بتونس العاصمة. واطلع رئيس الجمهورية الذي كان مرفوقا برئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من أعضاء الحكومة على مكونات البرنامج الوطني للتجيير الغابي والغراسات وعلى مشاريع تهيئة المناطق السوداء بمختلف جهات الجمهورية، كما اطلع على أبرز ملامح برامج وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون المحلية والبيئة في مجال توسعة الغطاء النباتي والتجيير وحماية الغابات من الحرائق. ونبقى دائما في إطار هذه المناسبة في الاحتفال بعيد الشجرة، يختلف من جهة إلى أخرى غرس قيم العناية بالبيئة والنظافة وإعطاء أهمية للمساحات الخضراء لدى الناشئة، هذا ما ترن إليه ولاية المنستير من خلال الاحتفال بعيد الشجرة، وقد خصت الجهة لهذه المناسبة عروضا وأنشطة متنوعة، وقد تم بالمناسبة غراسة 2000 متر مربع بين أشجار زيتون ونباتات زينة. بعروض مشهدية وبرقصات بريئة رافقتها أغاني تحث على العناية بالمساحات الخضراء، استقبل الأطفال عيد الشجرة لهذه السنة بالمنستير. نعملوا الشجرة إنه ما نكسروش الأغصان متاعها، ما نبعثروش الأوراق في الأرض، ويلزم نحميوها ونسقيوها باش تكبر تعطينا الثمار والموائد والهواء النقي. المناسبات هذه هي تساهم في التحسيس الأطفال بالوطن متاعهم ببلادهم بقيمة الشجرة بقيمة البيئة بقيمة النظافة بقيمة المحيط النظيف. احنا دونا كشباب لازم نحافظوا على الشجرة ونعتنوا بها، خاطر احنا اذا نحبوا نحصلوا على كاليتي اكسجين باهي لازم نخلصوا اكثر كميه لازمه من الشجر. هي احتفالية عيد الشجرة بمركز طب الولدان التي أشرف عليها وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، وتوجه بغراسة شجرة زيتون. شجرة عموما ترمز للحياة، وشجرة الزيتون خصوصا ترمز للسلام. اليوم يعني أوقات ممتعة الحقيقة، يعني شفنا الأطفال كيفاش أبدعوا يعني وغنوا للحياة، غنوا للشجرة. القطاع الرقمي عنده علاقة بالشجرة، لأنه قد ما نتقدمه في رقمنة الدولة ورقمنة الإدارة ورقمنة المؤسسات، قد ما نقصه من الطباعة، قد ما نقصه من احتياج الورق يعني حتى نطبع. فنحن المسؤولية هذه زادت عندنا. وتم بالمناسبة غراسة 2000 متر مربع بين أشجار زيتون ونباتات زينة، على أن المساحات الخضراء تمثل 20% من مجمل مساحة مدينة المنستير، أي بمعدل 24 متر مربع للساكن الواحد. بالتوازي مع تعميم أنشطة النوادي البيئية على مختلف المؤسسات التربوية، أعطى وزير التربية ناجي جلول إشارة انطلاق مشروع 1000 حديقة مدرسية بيداغوجية بمدرسة القرية بسيدي عيش. تعاطي الأنشطة الفلاحية صلب المؤسسات التربوية وتحويل المدرسة إلى نواة منتجة تجربة انطلقت بالمدرسة الابتدائية بمنطقة القرية بمعتمدية سيدي عيش ضمن البرنامج الوطني لبعث 1000 حديقة مدرسية بيداغوجية، وفق ما أعلنه نجي جلول وزير التربية خلال زيارته لهذه المدرسة. عملنا جرد، لقينا عندنا أكثر من 2000 مدرسة ابتدائية معناها عندها أرض فلاحية تبعتها من هكتار الأربعة. قلنا لما لا، احنا اليوم نحبوا نرجعوا الصغار إلى ثقافة المواطنة، عملنا نادي المواطنة الصغار تنظف المدرسة وكل، وقلنا لما لا هذه الأراضي تستغل. أولا مرة في الأسبوع التلميذ يتعاطى نشاط فلاحي، وقلنا زادا إذا يتزود بالغلال والخضر بصفة بيئية، فلاحة بيئية معناها ألا تساعده على نمو ويعيش في وسط جميل. تلاميذ المدرسة الابتدائية الريفية القرية وبسواعد رجال المستقبل غرسوا الزيتون والأشجار المثمرة بحديقة مدرستهم، إلى جانب تهيئة مساحة مخصصة للبيوت المحمية، إيمانا منهم بفوائد المساحات الخضراء جماليا وبيئيا واقتصاديا.
بعث النادي هذا باش الوليدات ينشطوا، هذه اولا، وحاجه ثانيه باش ندعموا بها الموارد نتاع المدرسه. ما نبقوش نجروا حتى على صبوره ولا على كرسي ولا كذا، نمشوا للاداره نولوا وحدنا نجموا. عندنا اشجار مثمره وعندنا باش نعملوا ان شاء الله في المشروع باكورات. درسنا برشا اشجار في المدرسه. علاش؟ لخاطر اليوم عيد الشجرة، يعود يتلهاو بالأشجار بالأشجار ويسقوها ديما، وباش تبقانا ديما في المدرسة. تعميم النوادي البيئية بمختلف المؤسسات التربوية ضمن منظومة النوادي المدرسية وبعث مركبات أو مزارع في لاحية مصغرة بأغلب المؤسسات التربوية هدف تسعى وزارة التربية إلى تحقيقه بالتوازي مع تعميم برنامج المطاعم المدرسية في أفق 2020. على خلفية الحرائق المتكررة والإتلاف العشوائي، أصبحت الثروة الغابية مهددة، لا سيما وأن البلاد تخسر سنويا الكثير من الأشجار. لذلك بات من الضروري التفكير جديا في وضع برامج لكيفية الحفاظ عليها والإحاطة بها. حوالي 2000 هكتار من الأشجار الغابية بولاية الكاف أتت عليها الحرائق التي اندلعت خلال الصائفة الماضية. معناها منذ اندلاع الثورة منذ 2011 ثم تزايد كبير على سبيل الذكر بالنسبة لهذا الموسم، 88 حريق أتلفت قرابة بين مزارع حبوب وبين غابات وبين مراعي وبين أعشاب جافة في حدود 2000 هكتار. المساحات هذه نحن مطالبين باش نحاولوا نعودها، سواء ان كان بطريقه الريجينيراسيون ناتوريل او باعاده التشجير كاملا. القطع العشوائي للاشجار الغابيه يؤدي كذلك الى اتلاف مساحات هامه من الغابات، رغم المجهودات التي يبذلها اعوان حمايه الغابات والوحدات الامنيه للتصدي للعبثين. من المفروض ان توجبت علينا وتفرضت علينا ان تقع تنقيحات في مجالات الغابات، خاصه الفصل 105 ل 112 في نقل المنتوجات الغابيه، المقدار الخطيه يتراوح بين 30 دينار و 250 دينار، ماهوش كافي لرد على المخالفين. على هذيك المخالفين تمادوا في الاعتداءات المتكررة على الغابات، لذا تم اقتراح تنقيح بعض فصول مجالات الغابات اللي يلزم تكون فيهم الخطية رادعة، وحتى عقوبة السجن وحتى استصفاء الوسائل والمنتوجات لفائدة صندوق الدولة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وضعت هذه السنة برنامجا لتشجير 500 هكتار من الأراضي المتضررة، أملا في التقليل من تأثيرات ما تشهده الغابات وبالجهة من تهديدات. مجموع الشجيرات الكل بين أشجار زينة ورعوية وغابية في حدود 1,561,000 شجيرة. عندنا برنامج هذا الموسم لإنجاز 790 هكتار، دائرة الغابات، دائرة المحافظة على المياه والتربة، تربية الماشية وديوان الشمال الغربي. الحرائق والقطع العشوائي والرعي الجائر تهديدات تفاقمت في السنوات الأخيرة في بلادنا لتؤثر على القطاع الغابي. تحيي تونس غدا مع باقية دول العالم يوم السكري تحت شعار السكري بالرعاية والمراقبة والوقاية نتجنب مخاطره. بهذه المناسبة كشفت وزارة الصحة نسبا مفزعة للإصابة بهذا المرض في تونس. غلبت سنوات عمرها 70، غلبت المرض وتغلبت على وجعها لتتنقل إلى إحدى الخيم الطبية في منطقة سيدي بوسعيد لتقصي مرض السكري. هنا خدمات طبية يؤمنها طاقم طبي وعيادتان وقتيتان للكشف عن السكري والبصر. نحبوا هكا اللي يراقبونا ويراعوا الكبار ويتسجدونا لين بيا فاميلة الكل. نحمد ربي وربي يحميك. وعديت لقاو عندي شوية سكر طالع، فهمتي، وعندي ما في عيني. بادرة طيبة على خاطر التونسي بطبيعته ما يتفقدش روحه ديما، ماذا بيه كي يلقى فرصة هكا يمشي يتفقد روحه. بادرة للتقصي المجاني لمرض السكري وأمراض العين نظمتها الجمعية التونسية لمرضى السكري ونادي البصر بمناسبة اليوم العالمي للسكري. آخر الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الإصابة العامة بالسكري في البلاد تقدر ب 15%، نسبة في ازدياد بنقطة كل سنة، حيث ينتمي 90% من المصابين إلى النمط الثاني للسكري الذي يمكن الوقاية منه. 50% من المرضى يجروا اللي هما الرواحهم اللي هما مرضى بالسكر،
وهنا تصير حملات مرضى السكري أولا لتقصي المرضى السكري، هم ما يعرفوش روحهم مرضى السكري. ثانيا في إطار التحسيس لأهمية يعني التعرف على مرض السكري بصفة مبكرة باش المريض ياخذ أون شارج روح، يعني ياخذ العلاج ويبدأ بالحمية. منا حملة لتقصي مرض السكر اللي يمس العينين، بما أنه فما نسبة كبيرة من مرضى السكر ما يعرفوش رواحهم عندهم السكر، دونك هوني اللي ننفيقوا بهم عندهم السكر، وإلا مرضى السكر اللي يعرفوا رواحهم زادة من قبل عندهم السكر، باش نفقدوا لهم عينيهم باش نشوفوا كان عندهم أثار السكر في العينين اللي هي كومبليكاسيون وتنجم تؤدي حتى إلى العمى. أثار مختلفة لمرض السكري أو المرض الصامت الذي لا يستثني فئة عمرية معينة، وجب معها اتباع أسلوب حياة صحي والتقصي الدوري. وفي صفاقس، وللمساهمة في حملة التوقي من مرض السكري، قامت مجموعة من أهالي الجهة ورياضيين من مختلف الأعمار قاموا بجولة بالدراجات في أرجاء المدينة. جولة بالدراجات العادية في أرجاء مدينة صفاقس أثثها مواطنون ورياضيون من مختلف الأعمار. هنا الرسالة واضحة للجميع، وهي المساهمة في حملة للتوقي من مرض السكري عبر الرياضة. الدراجات هذه اللي كانت صفاقس مشهورة بها، معناها الأنواع وأنماط النقل المستديم واللي يتمكن من حرق الشحوم وإذابة السكر، وهذا علاش احنا اليوم قمنا بالعملية التحسيسية لتشجيع استعمال الدراجة في مدينة صفاقس. الرياضة مكتالة تعرف تلعب دور كبير مع جميع الواجهات، وبالخصوص مع مساندة لأبنائنا، أبناء المستقبل، جيل المستقبل، هم اللي هم مرضى السكري إن شاء الله. هذه وقفت ولفتة معناتها كريمة، جو ممتاز برشا، بهيج جدا، هناك العديد من المنظمات، الأطراف المشاركة، هاك تشوف معناها الطنبولا وأمبيونس. ودادية أطباء الغدد والسكري بصفاقس نظمت هذه التظاهرة بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري بعدة نشاطات تحفز للكشف المبكر عن هذا المرض. نحاولوا نرجعوا الناس للدراجة العادية، وعلاش الدراجة؟ لأن الدراجة ما تعرف رياضة كاملة. هذا الأوبجيكتيف نتاعنا نتاع الجامعة التونسية للدراجات أو الرابطة الجوية للدراجات بصفاقس، هو باش نستقبلوا أكثر عدد ممكن في استعمال الدراجة. وقمنا قداش من تظاهرة مع برشا جمعيات اليوم صفاقس بدون سيارة. أنشطة أخرى وفعاليات سيتم تنظيمها طوال شهر نوفمبر الجاري، والهدف الرئيس التوقي من مرض السكري والتحفيز على إرساء ثقافة صحية لدى الشباب بشكل خاص. في موضوع آخر الآن، نفى كاتب الدولة المكلف بالتجارة فيصل الحفيان اليوم نفى أي ترفيع في أسعار بعض المواد الأساسية، مؤكدا أن من واجب الحكومة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ما فماش حتى ترفيع في أسعار المواد الأساسية، لأنه احنا من واجب الحكومة باش أنه تحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن. لا بالعكس، احنا عنا برنامج كبير في وزارة التجارة اللي هو البرنامج الوطني لتأهيل مسالك التوزيع، اللي نحاولوا من خلاله تعرف في تنظيم مسالك التوزيع نجموا زادة نخفضوا منها من الأسعار اللي في بعض المواد اللي في بعض الأحيان ترتفع أكثر من اللازم. نحب نأكد لك أنه ما فما حتى زيادة في أسعار المواد الأساسية في 2017. أفادت وزيرة شؤون الشباب والرياضة مجدولين الشيرن اليوم بأنه سيتم بصفة استثنائية فتح وتجهيز 31 دار شباب و19 ناديا ريفيا شبابيا وسبعة مراكز إقامة بمختلف ولايات الجمهورية، على أن تدخل هذه المنشآت حيز الاستغلال قبل موفى السنة الحالية في اختتام منابر الحوار الاجتماعي تحت شعار إيجا للحوار. اختتمت منابر الحوار المجتمعي حول شؤون الشباب وقضايا التي انطلقت غرة أكتوبر الماضي في مختلف ولايات تونس وبمشاركة مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني. وتمحورت المنابر حول سبع مسائل أساسية ومركزية تعلقت بالتنمية والتشغيل والصحة والمواطنة والمبادرة الخاصة والثقافة والترفيه والهجرة غير الشرعية، إلى جانب التكنولوجيا لتشخيص واقع الشباب بصفة دقيقة والتعرف على مشاغله وتطلعاته. مازال عندنا المسار الافتراضي اللي أطلقناه منذ 1 أكتوبر، المسار الإعلامي أيضا، والمسار البحثي اللي فيه 1200 عينة اللي باش يتم الدراسة عليهم. هذا كله إن شاء الله يعني باش يتم عندنا معهد الدراسات الاستراتيجية مع مجموعة من الخبراء والمحللين، وسيتم أيضا تشريك الشباب من المنظمات والجمعيات والأحزاب في مرحلة ثانية. هكاك باش نحضروا التقرير الأولي على الأقل، باش يكون هو الخطوة الأولى لضبط استراتيجية شباب 2030.
منابر الحوار التي أشرفت على إدارتها إطارات وطاقات شبابية تم تكوينها للغرض جمعت 35 ألف شاب وشابة من مختلف المناطق ضمن ورشات منتظمة حول محاور كثيرة، مثلا الصعوبات التي يعيشونها وأبرزها البطالة والتهميش والإدمان وانعدام التأطير والانقطاع المبكر عن الدراسة والظروف السيئة في بعض المنشآت التربوية والرياضية. هما جاوا بصفة عفوية وتلقائية، وهذا اليوم في حد ذاته يعني إنجاز، كون الشاب اليوم قاعد يرجع الثقة في مؤسسة الدولة قاعد يشارك على الأقل بشلقة هو الحلول متاعو. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 20% من المشاركين في الحوار المجتمعي من الشباب الطلابي، في مقابل قرابة 70% من الشباب العاطل عن العمل. في إطار زيارة أداها إلى ولاية القصرين، أمضى وزير التنمية والاستثمار الدولي والتعاون الدولي محمد فاضل عبد الكافي اتفاقيتي عمل بين وزارة التنمية وولاية القصرين للانطلاق في تنفيذ مشاريع التنمية الحضرية المتكاملة بكل من حي الزهور بمعتمدية الزهور، وحي الكرمة بمعتمدية القصرين الشمالية، وحي الخضرة بمعتمدية سبيطلة بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار. اتفاق وقعناه اليوم مع ولاية القصرين للتدخل في 3 أحياء من الولاية على مستوى البنية التحتية وكذلك على مستوى المرافق الأساسية وتحسين ظروف العيش من الإضاءة والتطهير وغير هذا. اليوم وقعنا العقد هذا وممكن يدخل في حيز التنفيذ، الدراسة بتدخل يعني الأسابيع القادمة وممكن عنا تقديرات لـ3-4 شهور يبدأ الشغل فيها. الجناح التونسي المشارك في فعاليات سوق الصين للسياحة الخارجية في العاصمة الاقتصادية شانغهاي شهد إقبالا ملحوظا من الصينيين. هذه المشاركة التونسية تأتي بتضافر جهود كل من السفارة التونسية في الصين والديوان الوطني للسياحة والجامعة التونسية لوكالات الأصفر. بمشاركة تونسية تم افتتاح سوق الصين للسياحة الخارجية في مركز المعارض الدولي بالعاصمة الاقتصادية شانغهاي. الجناح التونسي أقيم بالتعاون بين السفارة التونسية والديوان الوطني للسياحة والجامعة التونسية لوكالة الأسفار، ولقي إقبالا ملحوظا من الزوار الصينيين. احنا لمسنا خلال اللقاءات اللي جمعتنا مع المسؤولين على القطاع السياحي الصيني على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص، اللي هناك اهتمام كبير بتنمية تدفق السياح الصينيين على تونس. أعداد السياح الصينيين في الخارج تتزايد بشكل كبير، واعتقد ان تونس تستطيع الاستفاده في ذلك بشكل كبير في حاله تشكيل استراتيجيه فعاله تستهدف السوق الصينيه بشكل ناجح. وتم ابرام مذكره تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين الديوان الوطني التونسي للسياحه وشركه علي ترافل الذراع السياحي لشركه علي بابا التي تعتبر اكبر منصه للتسويق في الصين. نامل ان نستطيع ترويج تونس من خلال علي تريب التي تعتبر منصة هامة للتسويق السياحي بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحة. نرجو أن نزيد من فهم الصينيين لتونس التي هي بلد رائع جمال، وأن ننجح بالتعاون مع وكالات السفر الصينية بإنشاء جسر بين الثقافتين. كما زار الوفد التونسي المشارك مقر شركة سي تريب الصينية العملاقة المختصة بتسهيل الحجوزات والرحلات السياحية عبر الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي. وكالة الأسفار ومتعهدي الرحلات يقولوا اللي فما طلب على الوجهة السياحية التونسية إذا توفرت جملة من العوامل الموضوعية. العامل الأول هو تيسير الحصول على الفيزا أو لما لا حذف الفيزا بالنسبة للسياح الصينيين. الشيء الثاني هو الربط الجوي. الشيء الثالث هو تكوين الأدلة اللي يتكلموا اللغة الصينية. بعد زيارة الوفد التونسي لشركتنا أعتقد أن الأبواب قد فتحت لتعاون أكبر مع الديوان الوطني التونسي للسياحة، وأعتقد أن ذلك سيؤدي لارتفاع عدد الزوار الصينيين لشمال إفريقيا بشكل عام وتونس بشكل خاص. سي تريب التي يزيد تعداد أعضائها على 250 مليون تعد من الأكبر في العالم، وقد نظمت رحلات أكثر من 10 ملايين سائح صيني في النصف الأول من العام الحالي. خطوات عملية اتخذت في شانغهاي هذا الأسبوع لتشكيل وجهة تونسية انطلاقا من الصين التي أصبحت المصدر الأكبر للسياح في العالم. نجيب الخش، مراسل التلفزة الوطنية التونسية في شرق آسيا.
المطبخ هو فن له دلالة على طريقة عيش الشعوب، لذلك تفرده المجتمعات اليوم باهتمام خاص، ومن مؤشرات هذا الاهتمام هو إفراده بمسابقات خاصة. في هذا الإطار يشارك كل من شيراز وبلال في مسابقة دولية بفرنسا. كاميرا الأخبار رصدت آخر استعدادات المترشحين لهذه المسابقة. بعد تصفية أولى، تمكن الطباخ بلال الوشتاتي والمتخصصة في أعداد الحلويات شيراز تريكي من الترشح لاجتياز المرحلة الأخيرة من المسابقة العالمية، القبعة الذهبية لأحسن رئيس مطبخ أو أحسن معد حلويات. شيراز وبلال ذكرا خلال جلسة صحفية أنهما مطالبان بإعداد أطباق متفق عليها مع لجنة التحكيم وأخرى تسمى أطباق مفاجأة خلال 5 ساعات ونصف. نهار اللي قبلوا الدوسي جاتني شحنة معنوية باش نقدم، وعلاش لا باش نوصل ونوصل الدرابو تونس للفوق. مش نخليه احنا نكهه تونسيه في البلاتو. مش حضروا الشيف بلال، الشيف فرنساوي جاي مرتين باش دربني المره الاولى وخلاني نزيد نترنى، والمره الثانيه باش نجم نقوم بحاجه مقبوله ونقدر وجه تونس. هذه المسابقة التي يشارك فيها متسابقون من دول مختلفة من العالم، كان قد فاز السنة الفارطة بقبعتها الذهبية التونسي علي ديدالي بإعداد لطبق فرنسي قديم. كيف تشارك؟ تشارك باسم، معناها باسم البلاد، مش باسمي أنا ولا معناها باسم غيري، دونك تهز دراب وتونس قدام. الحب يتعدى من المعدة، معناها إذا تاكل بالكدا السياحة زادة. على خاطر فما برشا بلدان في العالم الناس يمشيوا لهم على خاطر الماكله بنينه نتاعهم. هذا الموعد السنوي الخاص بفن الطبخ والذي تنظمه الأكاديمية الفرنسية للطبخ، أكبر الجمعيات الفرنسية المتخصصة في هذا المجال، ستجرى بفرنسا في 16 من شهر نوفمبر الجاري. سياسيا، جرت انتخابات رئاسة الكتلة النيابية لحركة النهضة، وترشح لها كل من الرئيس الحالي للكتلة النيابية نور الدين البحيري والنائب رمزي بن فرج. وبعد انسحاب كل من فتح العيادي وعبد اللطيف المكي وفريد العبيدي وتقديم انسحاباتهم كتابيا، هذا وينتظر الإعلان عن النتائج غدا بعد اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة وفق ما ينص عليه نظام الداخلي للحركة. وقد تواصلت أشغال الجلسة السنوية لحركة النهضة مغلقة طوال اليوم، وصادقت خلالها على تقريرها الأدبي والمالي. وفي مجلس نواب الشعب، عقدت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس ندوة لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، واستمعت إلى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، الذي أشار إلى وجود اختلاف بين مشروع قانون المالية وثيقة قرطاج، داعيا إلى ضرورة إيجاد موارد مالية إضافية عبر محاربة الاقتصاد الموازي، مشيرا إلى مساهمة الأجراء بنسبة 80% في الجباية عكس المهني الحرة، إضافة إلى ضرورة تطبيق القانون على المؤسسات الخاصة والعمومية. في حين أكد ممثلو الاتحاد التونسي لصناعة وتجارة والصناعات التقليدية عدم وجود حوكمة رشيدة لنفقات الدولة، مما يثقل كاهل الميزانية العامة، إضافة إلى العجز المالي الذي تشهده الشركات الوطنية الكبرى، مؤكدين أن الجباية واجب وطني والشفافية الجبائية مطلب لا بد من تحقيقه. كما تم الاستماع إلى الهيئة الوطنية للمحامين ومجمع البنوك التونسية. وفي مرحلة موالية تم الاستماع إلى وزيرة المالية لميا زريبي لتقديم توضيحات والخروج بتوصيات. أحيت ولاية وسليان اليوم الذكرى 62 لمعركة جبل برغو التي دارت في مثل هذا اليوم من سنة 54 و900 ألف بين المجاهدين التونسيين الوافدين من مختلف جهات البلاد وبين جيش الاستعمار الفرنسي، وهي تعتبر معركة ربع الساعة الأخير في مسيرة الحركة الوطنية من أجل الاستقلال. هذا وقد حضر في مثل هذه المناسبة ثلة من المقاومين الذين شاركوا في هذه المعركة الخالدة، وتم بالمناسبة وضع باقة زهور أمام النصب التذكاري للشهداء وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الزكية. ذكرى 62 لإحياء معركة برغو اليوم 13 نوفمبر 2016، ذكرى 62 اللي من خلالها نجدوا
إلى أن جدوا الذكرى والوفاء إلى روح شهداء الوطن اللي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حماية تونس واستقلالها والذود عنها. هذه المعركة فيها رسالات كبيرة وفيها رمزية كبيرة. ذكرى الناس اللي ضحت من أجل تونس ذكرهم لن تمحى. في أخبارنا الدولية، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستفعل ما بوسعها لتطبيق الاتفاق العالمي للحد من التغير المناخي قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه رسميا. تصريح كيري جاء خلال زيارة لنيوزيلندا قبل توجهه إلى مراكش المغربية للمشاركة في محادثات المناخ. قبل توجهه للمشاركة في قمة المناخ 22 التي تنتظم في مدينة مراكش بالمغرب، صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارة لنيوزيلندا بأن إدارة الرئيس باراك أوباما ستفعل كل ما بوسعها لتطبيق اتفاق باريس للحد من التغير المناخي قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئاسة. ورفض كيري التكهن بشأن ما قد يفعله ترامب تجاه هذا الاتفاق العالمي ليقلل بذلك من مخاوف من عدم تطبيقه. وتشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن قرابة 20% من إجمالي الانبعاثات الضارة المسببة للاحتباس الحراري، وبذلك فهي تعتبر لاعبا أساسيا في اتفاق باريس الذي صادقت عليه 109 دول حتى الآن. تصريح وزير الخارجية الأمريكي يأتي في وقت تواصل فيه أشغال قمة المناخ بمراكش التي تنتظم من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري بحضور 200 دولة. استعادت القوات العراقية السيطرة على بلدة نمرود الأثرية والتي تم السيطرة عليها قبل عامين من قبل تنظيم الدولة الإرهابية. وتوازيا مع هذا التقدم، سجلت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات نفذتها القوات الكردية في قرى ومنازل عربية في محافظتي كركوك ونينوى. بعد 4 أسابيع على بدء حملة استعادة مدينة الموصل من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت القوات العراقية وتحت غطاء طيران التحالف الدولي من خرق دفاعات عناصر التنظيم الإرهابي من ناحية الشرق في نحو 12 حيا، معلنة أنها مستعدة لتضييق الخناق على مقاتلي التنظيم الذين يدافعون وحسب قولها باستماتة على معقلهم في العراق. القوات الخاصة العراقية أكدت أن الهدف المقبل هو السيطرة على حي الحدباء وهو الأول ضمن حدود المدينة من الخارج، مشيرة إلى أن تقدمها أبطأه وجود المدنيين الذين يستخدمهم تنظيم داعش الإرهابي كدروع بشرية. في الأثناء قال بيان عسكري إن القوات العراقية انتزعت السيطرة بالكامل على بلدة نمرود التي توجد بها أثار مدينة آشورية قديمة، وقد تكبد التنظيم الإرهابي من خلالها خسائر بالأرواح والمعدات. هذا كما سيطرت القوات العراقية أيضا على قرية النعمانية على أطراف المدينة، والتي كانت يوما ما عاصمة إمبراطورية آشورية تمتد من مصر إلى أجزاء مما بات يعرف الآن بإيران وتركيا. وتوازيا مع التقدم الذي تحرزه القوات العراقية وحلفاؤها في تطهير المنطقة من تنظيم داعش الإرهابي واستعادة السيطرة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صادر اليوم إن قوات الأمن الكردية العراقية دمرت بشكل غير قانوني منازل وقرى عربية في شمال العراق خلال العامين الأخيرين، فيما قد يعد جريمة حرب. كما سجل تقرير المنظمة الانتهاكات التي وقعت بين شهر سبتمبر 14 و2000 وماي 16 و2000 في 21 بلدة وقرية داخل مناطق متنازعة عليها بمحافظتي كركوك ونينوى. ويشير تحليل لصور التقطتها الأقمار الصناعية إلى أن تدمير الممتلكات استهدف السكان العرب بعد فترة طويلة من انتهاء أي ضرورة عسكرية للقيام بمثل هذه الأعمال. في الشأن الثقافي، تتواصل العروض الثقافية لصفاقس عاصمة للثقافة العربية، وقد شهدت ساحة الفنون أمس ميلاد تظاهرة مسرحية تفاعل معها الجمهور. هكذا بدت الساحة الجديدة ساحة الفنون معلنة عن ميلاد تظاهرة مسرحية خرجت من رحم فعاليات عاصمة الثقافة العربية وتفاعلت مع أيام قرطاج المسرحية. فما مشاركة واسعة لبلدان عربية، وما ننساوش مشاركة ومساهمة أيام قرطاج المسرحية اللي هي يعني ساهمت بالعروض هذه باش تضيفهم في صفاقس عاصمة الثقافة العربية، اللي هي شريك فاعل ومحتضن ومؤسس للدورة هذه متاع المهرجان العربي للمسرح. باش تكون معنا سوريا، باش تكون معنا لبنان، مصر،
الأردن العراق وكذلك عندنا بيرفورمانس يعني دي زيكزيسيس دو ستيل جايين من ألمانيا بإمضاء مريم بوسلمي من تونس. تحولت هذه الساحة إلى ركح كبير أتيحت فيه الفرجة لجمهور غفير، واكب العروض البهلوانية للسيرك باباروني واكتشف مجموعة طموحة أمنت أناملها عرضا إيقاعيا ممتعا. إن شاء الله نكون وإحنا بتخير لهالمهرجان هذي، وإن شاء الله نكون الافتتاح، يعني إن شاء الله نمتعوا الجمهور والمسؤولين يعني، وإن شاء الله نقدموا عرض ممتاز يعني. حتى على مستوى الجمهورية مش على مستوى صفاقس، حتى اللي يسمع يجي قال لك راه والله يعطيهم الصحة يعني، وهذه أحسن حاجة عملوها. الجو حتى أنا كبيرة نحب نبدل الجو راهو. مشهد باهي ياسر، وتمنيت إني نكون معاهم معناها، وماذا بيا العباد هكايا روني يفرحوا بيا. عروض فرجوية أعطت ضربة البداية لمهرجان ركحي جديد بصفاقس يتلمس التواصل في بعده العربي دون أن يغفل عن مساهمته في احتفالية الشارع المحلي. رحل الفنان المصري محمود عبد العزيز عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وقدم الممثل المصري محمود عبد العزيز عشرات الأعمال الدرامية للسينما والتلفزيون المصريين، كان أشهرها على الإطلاق المسلسل التلفزيوني رأفة الهجان. وذاع صيت الراحل محمود عبد العزيز في أرجاء العالم العربي، خصوصا بأدواره في مجال المخابرات والجوسسة، حيث مثل في فيلم إعدام ميت دور عميل مخابرات مصري، ثم اتسعت شعبيته بالمسلسل التلفزيوني رأفة الهجان الذي يروي وقائع فصل هام من فصول تاريخ المخابرات المصرية. في أخبار الرياضة، سيتولى المدرب شهاب الليلي المقاليد الفنية لأكابر النادي الإفريقي لكرة القدم خلفا لقيس اليعقوبي الذي سيتولى تدريب نادي الوكرة القطري. وكان شهاب الليلي أشرف في السابق على حظوظ النادي الرياضي الصفاقسي وحقق معه نتائج متميزة الموسم الماضي، فيما لا يزال النادي الإفريقي محتفظا بصدارة مجموعته الثانية بالرابطة المحترفة الأولى بقيادة مدربه المتخلي قيس اليعقوبي الذي فضل خوض تجربة احترافية بدور نجوم قطر. وإلى النسخة 29 من البطولة العربية للأندية في كرة السلة التي تحتضنها القاعة الأولمبية بسوسة، حيث ضمن نجم الرياضي الساحلي مستضيف المسابقة صدارة مجموعته من خلال فوز هو الثالث على التوالي، وذلك أمام الغراف القطري ب80 نقطة مقابل 62 في اللقاء الذي جمعهما عشية اليوم. وكان فريق جوهرة الساحل استهل مشاركته بالفوز في المباراة الأولى على مواطنه فريق الدالية الرياضية بجرومباليا قبل أن يتغلب في المواجهة الثانية على سيبا العماني. انهزم المنتخب الوطني للركبي ب15 لاعبا أمام نظيره السنغالي بنتيجة 14 هدفا مقابل 15 في الدور النهائي لكأس أمم إفريقيا لحساب المجموعة الثانية الذي أقيم عشية أمس في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. محاولة كانت تكون ضربة قاضية، ضربة قاضية. ختام النشر مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الجزء الأول من محاول حي الخضرة بالعاصمة يدخل حيز الاستغلال لتسهيل حركة المرور وتيسير التنقل. ميناء رادس يشهد تطورا في الحركيات التجارية والخدمات ويسجل نسبا هامة في معادلات المردودية مقارنة بالأشهر الماضية. تظاهرات بيئية وبرامج لتحسين المخزون الغابي في العيد الوطني للشجرة. كما نذكر أن 72 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.